بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم عن الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة الغربية، ضفة العز، ضفة الانتفاضة، ضفة الثورة، ضفة الكرامة. الآن في هناك حالة ثورية تتشكل ومتصاعدة في الضفة الغربية، في جنين، في نابلس، في الخليل، في القدس، في كل مناطق الضفة الغربية. المتابع لهذه الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس، والتي تحولت بفضل الله عز وجل ثم بفضل أهلنا في الضفة الغربية، تحولت إلى كرة لهب متدحرجة. هذه الكرة أضحت لا تقض فقط مضاجع العدو ومستوطنيه، بل هي أصبحت بفضل الله عز وجل هاجس استراتيجي يشكل علامة فارقة ضمن المحطات المهمة والحساسة في تاريخ معركتنا مع العدو الصهيوني. هذه المعركة التي تسير وتمضي بفضل الله عز وجل ثم بفضل دماء الشهداء نحو التحرير، نحو الانعطاق من النظام الإحلالي العنصري الذي يتمثل بالمشروع الصهيوني. ربما يعتقد البعض أن قمة هذه الحالة الثورية هو عرين الأسود باعتبارها حالة وطنية جامعة في نابلس، وهذه الحالة الممتدة شمالا وشرقا في طول الوطن وعرضه، ولكن عرين الأسود تبقى وبأهميتها الشديدة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ محاولات شعبنا للحرية والانعتاق من المحتل، تبقى هي انعكاس للحالة التي وصلت إليها الأجيال المختلفة، والتي عبر عنها بعض كتاب ومحللين وخبراء أمنيون للعدو بحالة من الإحباط واليأس من وجود أفق سياسي، وقبلها من اليأس من مشروع التسوية باعتباره عندما قدم للشعب الفلسطيني قدم على أنه مشروعا لإقامة سلطة وطنية فلسطينية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على أقل تقدير ضد تغول المستوطنين وإرهابهم، ولكن الشعب الفلسطيني يأس من هذا الحل. والآن لا نريد في هذا اللقاء أن نخرج عن الموضوع وأن نذهب باتجاه توصيف الحالة التي وصلت إليها السلطة، ولا توصيف العقود الثلاثة من أوسلو والحديث عن الأحلام والعيش المشترك والتدجين والتنسيق مع المحتل، لا نريد أن ندخل في هذا كله، لكن نقف أمام وصف قدمه عكيفة ألدار في مقال له في صحيفة هآرتس الصهيونية. قال أن الفلسطينيون لديهم مقاتلون أيضا. الواقع الآن كما يقول أصبح أكثر قسوة وأكثر دموية، فالتمسك بالاحتلال يجبر المحتل على تطوير أساليب السيطرة والرقابة على المجتمع الخاضع للاحتلال، وخلق شعور بالاضطهاد والملاحقة، وعمليات الإعدام التي ينفذها الاحتلال بدون محاكمة، الإعدام الميداني للمناضلين و للمتظاهرين، هذه الآن والتي توصف بأنها اغتيالات. أضف إلى ذلك الاعتقالات والتعذيب والعقاب الجماعي وتدمير المنازل وحواجز الطرق، نتكلم على 600 حاجز عسكري في الضفة الغربية أو أكثر، والحصار ونظام التصاريح وغير ذلك من الممارسات التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا، يتحدث عنها عكيفة ألدار. يقول ستجد من الصعب العثور على بيت فلسطيني
لا يحمل أبناء ندوب، يعني آثار هذا الاحتلال في أجسادهم وأرواحهم. وستجد كما يقول أن الكراهية لإسرائيل باعتبارها مشروعا إحلاليا والرغبة في الانتقام لدى أبناء الشعب الفلسطيني أقوى بكثير من الخوف واليأس، هذا الإدراك الذي وصل للمحللين السياسيين الصهاينة. هذه الحالة الموجودة في كل مكان في الضفة الغربية وفي القدس وأيضا في غزة المحاصرة والتي خاضت معاركها وجولاتها العشر لكسر هيبة هذا الاحتلال ضمن يعني شريط ساحلي ضيق، الاحتلال يفرض حصاره عليه من البر والبحر والجو، ولكن لا يزال قطاع غزة بفضل الله عز وجل ثم بفضل المقاومة هو مصدر رعب لكيان العدو الصهيوني، مصدر رعب للمشروع الإسرائيلي. ولا زالت هذه البقعة الجغرافية الضيقة لا زالت بوصلتها، بوصلة غزة، غزة هاشم، هو تحرير القدس، هو تحرير فلسطين، هو عودة اللاجئين، هو إقامة الدولة، هذه هي بوصلة غزة. وهذه البوصلة هي الموجودة في عرين الأسود وفي كل هذه الظاهرة المتدحرجة والمتنامية في الضفة الغربية. إذن هذا كاتب صهيوني آخر إيهود حمو في تحليل له في القناة 12 العبرية يصف حالة عرين الأسود والمقاومة في الضفة الغربية بأن مقاومو الضفة ينظرون إلى المجاهد محمد الضيف وأبو عبيدة والسنوار وباقي قادة المقاومة في غزة باعتبارهم قدوات لهم. هذا ما يقول إيهود حمو في القناة 12 العبرية. يقول أيضا لهذا سعوا لأن يكون لديهم قدوات وقادة أبطال يخرجون كالعنقاء من بين ركام التدجين. هذا العنقاء هو طائر خيالي يخرج من بين من النار، يخرج من بين الركام، بمعنى أنه إرادة الحرية تخرج حتى من تحت الأنقاض، ولا يكون هناك أي فكرة باتجاه الاستسلام للذبح أو الاستسلام لهذا المشروع الصهيوني. رغم أكثر من 70 عام، نتحدث عن 100 عام من المقاومة، والشعب الفلسطيني ماض في طريق التحرير حتى يأذن الله عز وجل له بالنصر والتمكين. أيضا محلل صهيوني آخر وهو أليور ليفي من القناة 11 العبرية يقول بأن المجاهد الشهيد رحمة الله عليه وتقبله الله عز وجل في الشهداء إبراهيم النابلسي في نظره يمثل، في نظر أليور ليفي يقول عن إبراهيم النابلسي، يقول بأنه شخصية متكاملة للجيل الفلسطيني الذي ولد في الانتفاضة الثانية، وهو جيل لم يقابل سوى جنود ومستوطنين طوال حياته، ولا يوجد له أي مستقبل في ظل مشروع السلطة الفلسطينية، وليس لديه ما يخسره. لذلك هذا الجيل كما يقول هذا الخبير الصهيوني توجه للقتال الاستشهادي، يعني هذا الشباب، هؤلاء الشباب يحملون أرواحهم على أكفهم، وهذا الجيل فقط شهد الحواجز، وهو يمثل مشكلة لجهاز الشباك ومشكلة أيضا لموضوع التنسيق الأمني، وهو يتحدى الجميع ويتحدى كل إنسان يريد المساومة مع الاحتلال. فهو جيل كما يقول جيل ليس له مستقبل ومحاصر داخل المدن والمخيمات. انظر الآن، هذا أيضا كاتب آخر اسمه ميخائيل ميلشتاين في مقال لموقع 12 العبرية يقول قبل دقائق
من تقديره أن حياته تقترب من نهايتها أرسل سلمان عمران أحد قادة منظمة عرين الأسود رسالة صوتية أشعلت شبكات التواصل الفلسطينية. وفي الرسالة التي بعث بها من داخل منزل تحصن به قبل أسبوعين في قرية دير الحطب بالقرب من نابلس، شجع عمران الشبان الفلسطينيين على اتباع طريق النضال، وأوضح أنهم يواجهون احتلالا مزدوجا من قبل إسرائيل ومن يعاونها في المنطقة. ويقول أيضا ميلشتاين أنه يبرز تحليل صور أو شكل نشطاء عرين الأسود يبرز هذا عدة خطوط بارزة. فقط ولد معظمهم عام 2000، هذا الجيل والذي يسميه جيل زد، يعني آخر جيل، يعني آخر إصدار من الشعب الفلسطيني، مما يعني أنهم يتذكرون الانتفاضة الثانية بطريقة محدودة نسبيا والراسخة في أذهان جيل آبائهم، وتشكل عائقا أمام الترويج لنضال آخر واسع النطاق ضد الكيان الصهيوني. بمعنى أن هؤلاء الشباب لم يجدوا أمامهم إلا الكفاح المسلح. هؤلاء هم الشباب الذين كانوا قبل 7 سنوات في طليعة انتفاضة السكاكين، والآن عندما كبروا فإنهم تطوروا، الآن يحملون أسلحة نارية ويشكلون تشكيلات عسكرية محلية، ليست تنظيمات، هي مجرد تشكيلات، خلايا أساس التشكيل فيها هو المعرفة الشخصية. يعني هذه الظاهرة هي فكرة، هذه الظاهرة، ظاهرة عرين الأسود، هي فكرة، فكرة متنامية ومتدحرجة وتنتشر بسرعة في أحياء الضفة الغربية، في المدن، في القرى، في كل مكان. هذا جدعون ليفي في صحيفة هارتس يقول: يعمل أفراد عرين الأسود على حماية منازلهم ومخيماتهم ومدنهم عندما يغزوهم جيش أجنبي. وهو يصف حالة تصدي أبناء عرين الأسود والمجاهدين لمحاولات اقتحام العدو الصهيوني للمناطق الفلسطينية. ميلشتاين أيضا يصفهم في مقالة له بأن عرين الأسود مجموعة نشطة في نابلس وخاصة في حي القصبة، لكن لها نظراء منظمين أقل حجما وعلى نطاق أضيق، مثل كتيبة جنين وعش الدبابير الذين يعملون في مخيم جنين للاجئين. وأضاف بأن عرين الأسود مفهوم جديد في كل من قاموس المصطلحات الإسرائيلية والفلسطينية. الآن دخل مصطلح جديد اسمه مصطلح عرين الأسود، وهذا المصطلح يقتحم الوعي منذ أكثر من شهر بقليل. هذا المصطلح يمثل تهديد أمني كما يقول، ولكنه في الوقت نفسه أيضا مقدمة لخطوات عميقة في النظام الفلسطيني. وقبل كل شيء هو التأثير المتزايد للجيل الفلسطيني الشاب الذي يتمتع بخصائص فريدة. هذه الخصائص الفريدة هي نتاج تجربة النضال الفلسطيني، الآن كلها صبت في هذا الجيل. ومن السمات البارزة الأخرى لعرين الأسود وأمثاله من التشكيلات العسكرية عدم الانتماء لأي تنظيم أو نشاط مؤسساتي، كما أن النشطاء يظهرون الازدراء كما يقول للسلطة الفلسطينية التي ينظر إليها على أنها تنفذ التعليمات الإسرائيلية. وهناك علاقة ضعيفة إلى حد ما بين عناصر عرين الأسود والعناصر الميدانية من حركة فتح، إلا من رحم الله. وفي مقال لعموس هرئيل فيها أرز أشار بأن ظاهرة العرين، عرين الأسود، لا يمكن أن تختفي مهما فعلت إسرائيل من قتل واغتيال. وقال: نجحت عرين الأسود في وصف أنفسهم
بأنهم ظاهرة جديدة وشعبية، وعلى الرغم من العدد الصغير نسبيا لأعضاء عرين الأسود، إلا أن لا يمكن لأحد أن يدعي أنه سيتم إنهاء هذه الظاهرة في المستقبل القريب. هذه الدعوة مرفوضة وغير مقبولة، لأنه لا يمكن أن تتحقق. فعرين الأسود هي فكرة أكثر من مجرد كونها هيكل تنظيمي، وبالتالي من الصعب إيقاف انتشارها. سنتحدث إن شاء الله تعالى تباعا حول تقييم الكتاب والمفكرين الصهاينة لظاهرة عرين الأسود، حتى نفهم كيف تؤثر هذه الظاهرة في الوعي الصهيوني، ومن ثم ندرك أنه زمن زوال هذا الاحتلال قد أزف بإذن الله عز وجل، وقد حان قطاف ثمرة نضال الشعب الفلسطيني بتحرير الأرض وتحرير الأقصى وعودة الفلسطينيين، عودة اللاجئين إلى ديارهم بإذن الله، وإقامة المشروع الفلسطيني على كل الأرض الفلسطينية. أكتفي بهذا القدر، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.